الصوره من بدايه اللقاء، الجماهير والصوره اصدق تعبير قدام حضراتكم، عشان يعني ما مش بقول بقى ان احنا بنحدد الفريق الاهلي ولا هنا، ادي الصوره قدام حضراتكم اهي، واضحه الصوره تماما للجميع بيجري، وادي بصوا حضراتكم الصواريخ والصواريخ بتترنى، بصوا على الملعب، على الملعب يعني الصوره على الملعب، خلاص يعني مش عارف القرار ايه، هنشوف هنعرف، هنشوف بقى بكره لجنه المسابقات المفروض يبقى ليها قرار في لقاء زي ده، اللعيبه بتتضرب في الصواريخ قالوا على تويتر في حاجه بتحصل في بورسعيد، ادي لعيبه النادي الاهلي من داخل غرف خلع الملابس داخله بحراسه الشرطه، مشهد مش مقبول تماما تماما تماما، ان انا كلاعب كوره بدل ما انزل العب استمتع ومتع الجماهير اللي جايه اطلع في ضيافه في حراسه الشرطه وادخل اوضه اللبس هيروح ازاي؟ اهالي اللعيبه دي النهارده يبقى موقفها ويعني واطمئنان يعني يا جماعه والله الواحد مش لاقي كلام يقوله، في النهايه ده لقاء كره قدم، يعني في النهايه دي كوره ما فيهاش عنف للدرجه لا تعليق على ما يعني يدور في استاد المصري يعني جماهير هتشوكي يا ادم وسكينه تسلم ايديك يا حبيبتي ايوه بالظبط انتوا بتتآمروا على ايه؟ نتآمر؟ نتآمر ايه يا اميره بس ده احنا حتى عيله واحده وبعدين انت التلفزيون غيرك وغير كلامك حد يقول نتآمر في نتآمر مش عارف ايه هو الموضوع كله يعني ان احنا كنا الولاد كانوا عايزين طيب ريحهم وريح نفسك ما فيش خروج انسوا يا مام حرام عليكي ده احنا بقالنا محبوسين في البيت شهرين شهر واحد يا نصابه مش شهرين بعدين محبوسين ازاي مش بتروحوا مدارسكم مش بنعمل بيكنيك في الجنينه كل يوم جمعه ايه عايزين ايه يا مام بجد كل حاجه بنعملها بتبقى جوه الفيلا وي ريلي وانت تو سميل ذا اتموسفير بتاع بره يعني بره مش امان يا ادم بره مش امان اميره يعني احنا هنفضل معتقلينهم هنا في البيت ما هو برضه بصراحه حرام يعني الولاد يعني ايه معتقلينهم انت بقيت بتستعمل نفس اللغه انت كمان وبعدين يعني عايزين تروحوا فين يعني عايزين تروحوا فين ادم يا ستي عايز اروح ماتش تعالى هنا ماتش بتقول عادي كده بترمي بابنك في التهلوكه كده عادي هدي نفسك يا امير الموضوع مش مستاهل والله العظيم كل اللي بتعمليه ده اوفر يعني ملك ابو امير في ايه اسم النبي حارسه ماله هيجرى له ايه يعني الشر عليه اوعي يكونوا عايزين يرسموا صور على الجدران كده زي الشباب اللي زي الورد اللي في وسط البلد اصل بيقولوا الشباب دول بيترسموا عشان اهاليهم بيدوروا عليهم ومش لاقيينهم خلاص يا زينب خلاص يا زينب هتبوظي كل حاجه اميره حبيبتي الموضوع مش مستاهل خالص كل ده يا ماما احنا من ساعه ما جينا مصر بيبقى فيه خناقات وغاز ومولوتوف وناس بتموت ايه اللي مزعلك المره دي